شد هاك شرب امها بارده يجوزك الحال هاك اعطيني امويها بش فعلك بش صح عالف جاز لك شويه ايه راني مليح الحمد لله وليش هكذا ليش هكذا تقلق في عمرك ليش الحقيقه انت كاش نهار تجيبها في صحتك بشويه بشويه عليك خليني نحس بحاجه راهي هنا راهي تنوقس راهي تنوقس الدعوه الو ايوه انا عمرو وهنا ايه راني هنا واشنو الو 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 سي سليمان حمدون ادعم انا هو سي سليمان حمدان الو سي سليمان نعم انا مدير كباري جوسلان نخبرك باللي وليدك راه مسال في 100,000 فرنك 100,000 فرنك لكن واش هو سبب هذا المال كامل 100,000 فرنك 100,000 فرنك لا ما شتكيش راني نجوز لك غدوة صباح باش نخلصك نعطيك 100,000 فرنك لا ما شتكيش وشنو غير الخير فريد ورا او هنا في الدار ما يجيش اليوم يا اخي قاصدك وانت نسيت كيفاش البروفيسور ديالو راح مسافر لفرنسا ما لقى لك عرضه مع اصحابه بروفيسور ديالو رايح لفرنسا عرضه هو واصحابه يعطيك الصحه يا نازوليخه والبارح كي دخل على الربعه ديال الصباح اشكون كان رايح لاسبانيا بواب صفر عاد واقيله لا البارح على حسب ما قال لي داروا مجلس على الموتى مجلس على الموتى صبتها تمتم مجلس على الموتى واليوم واش يقول لك يفطروا الطعام عليه واقيله يديروا 3 ايام على الميت سليمان بركه هذا ولد ماشي طفله تحجبوا في الدار عارفه يا زوليخه واش راكي تقولي واش راكي تطقي بفمك راكي عارفه لي هذا الولد كلالي مخي كلالي رزقي كلالي طرامي طرامي قعدتهم دوق على 10,000 فرنك اللي عطيتهم له واخذك كيفاش عطيتي له 10,000 فرنك وراسك العزيز من فوقهم 10,000 فرنك ودي مازالو على ظهره قال لك على الكروسه اللي شراها كيفاش شرا كروسه ترامي راحو ما قالكش قالكش لا ما قاليش انا يا قالي هو كي شت عنده الحق شجعته واشنو ذوق الصيف وزمان شتا بقى يتمرمد مسكين هو ما عنده صحه يا ونبقى ثاني في الدواوات لا قلت انا مخسره في الطوموبيل خمله دائما عند الفرماسيان ماشي بصح ترى راح راني عارف لي نرجع نطلب في اخر عمري راني عارف لا واحد الولد راه جاب لنا هذا الباكي من عند كارمن قال لك فيه اوروبا جيب نشوف ما عليه لا اوروبا 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 من عند كارمن يا ربي ترامي خوش حال شابة داك الزين هو هادي ربا بالصح نشوف غاية وجاتني الزينة خالفة معزة سليمان شوف داك الزين شوف وجاتني سوا مليحة لا الولد راه يستنى واش راه يستنى 45,000 والله ما نخلصو والله ما خلصك اخرج ما خلصش شوف بديت تحرم تاع الدروك ما خلصش هيا لهنا يا لنا
اجري روح وسع على وليدي وجبدو مني كان قاول. وانا وين نصيبو يا سيدي؟ دبر راسك دبر راسك اجري قاول جيب لي وليدي. طرافي راح وليدي راح أهلا سليمان أنا جبت لك وليدك. وليدي وراه وليدي هنا. شفتك الحالة اللي راكو فيها؟ أذهب عليا. شوفوا ديك الحالة، شوفي العازب ديالك وراه، شوفي كاش راهو. اسكت ما تسقيش ما تسقيش، راك تشوف فيه راك عيان. راهو عيان إيه. فارس نجيب لك قهيوة؟ إيه جيبي له قهوة باش يطير السكرة. هو علاش سكران؟ لا باعو سكران، كان في جامع زيتونه يقريه. واش بيه في هذيك الحالة؟ هذيك هي حالة السكرجية. هيا لهنا أنت، هيا لهنا. هيا لهنا، دوق تشوفيه وين كنتو؟ يا دي سليمان والله العظيم غير هو اللي شربني. هو اسمعي، هو اللي شربوا راحوا يشربوا الشامبان. اتعب راكي تشوفيه، حالة السكرجية اللي ما ياخذوش هاي والديهم السكرجية. شنو هذا ثاني في نص الليل؟ وانا منين نعرف؟ هسه نروح نشوف. يا ربي تفضل يا سي عمر على سلامتك. الله يسلمك. عزم زوز يا سيدي جوز. اسمح لي يا سي سليمان، حبيت الطوموبيل اللي راهي برا ديال من؟ ديال وليدي فريد، غير كيما شراها جديدة. لكن يا سي سليمان راني مسيت الموتور ونصيبو مازال سخون.
ايه نعم وليدي غير كيما جا كان معروض عرضه اصحابه اما لا غير كيما الحق. مالا مادا بيا نتكلم معاه. ايه ما عليه ايه تفضل تبعني يا سي عمر. تبعني تبعني. سي فريد الطوموبيل اللي راهي برا ديالك؟ نعم ديالو البارح شراها. لكن راني فهمت قبيلات يا سي عمر قلت لك باللي الطوموبيل ديال وليدي. لكن ما دابك تفهمني علاش هاد السؤال في نص الليل. ضربوا لنا تليفون من كوميسارية ديال باب الواد باللي طوموبيل طالعه تجري من جهه بوزريعه ودحست الشيخ على الزوج ديال الصباح. يا لطيف. وعلى حسب الشهود بولونجي كان عند الباب كانوا جوج من الناس راكبين داخله. وليدي من فضلك يا سي عمر واش حبيت تقول؟ والعنوان الطوموبيل اللي دحست الشيخ هو عنوان الطوموبيل ديال وليدك. عليا انا عمي سي سليمان من فضلك يا سي فريد تبعني انت ورفيق. لا لا انا باري انا باري انا باري هو 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 انا باري باري وليدي فريد. هيا فريد فريد تبعني وقول للشيف واش تعرف. لا عليه فريد 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 سامحوني فريد فريد وليدي فريد. صباح على خير سي سليمان. كنت عارف كنت عارف يا اخ العمري ما تكونش في خير. كنت عارف عارف كمل هذا الكرسي هذا. هيا نود منا. هيا أو على خير. علاش يا ربي واش مسينا واش مسينا باش هكذا صارنا. بابا بابا مسينا اتوخذنا 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 حسن معي بابا مسينا يا بابا. هذا كل منكم هذا كل منكم انتم 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 اللي وصلتوا لي هكذا. شنو هذا سكاي انس رحت للبيبي ما شفتش مني بقى منو حتى حاجه. انا ماتي ضاعوا هنا والقشر سوا الحمالين ما شفت حتى حاجه. وانا واش ناكل؟ تاكل يا راسك ان شاء الله تاكل يا راسك. اخرجي علي اخرجوا اخرجوا علي اخرجوا 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 علي كليتوا لي راسي انتم با اخرجوا اخرجوا علي اخرجوا اخرجوا علي كليتوا لي راسي اخرجوا 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 علي اخرجوا اخرجوا علي اخرجوا علي اخرجوا علي
اخرجوا عليا اخرجوا عليا. بابا واش بك؟ كنت النوم وصل وليدي العزيز. وليدي العزيز كنت النوم. بسم الله سيدي التليفون. روح اتكلم وراني. الو وراني. ها سيدي سليمان. سيدي سليمان وليدك ربح في الامتحان. في الامتحان ربح. واش دا ربحنا الجنه؟ ربحت في الامتحان بابا. ربحت في الامتحان. واش قال لنا الصباح هذه؟ ايوا واش قال لي؟ ايه دقنا شريه. قال لي باللي شاف الصباح في الجورنال باللي ربح. صح. ومن بعد زيد قال. اما لا بابا شوف الطوموبيل اللي وعدتني بها شريها لي. شري لك الطوموبيل. ايوا واش انا ما تنساش الروبا اللي وعدتني بها. ايوا هي هي شري لك روبا. خمسين ألف. خمسين ألف. وانا يا بابا الكلية ما تريوني يا بنتي. شري لك سيدي. وانا يا مالك زوجك. زوجك يا وليدي عندك ما حكيت تفوق عليا. واش حالك سي عتبان؟ انت خاطرك سبب المشوي. انا عامل المشوي.